كلهم بدون شك أساطير، وكلهم بدون شك قصة نجاح كبيرة جدا في ملاعب الكرة المصرية وبقميص النادي الأهلي، لكن يبقى الحقيقة إن في البازل ده حتة مش راكبة، يعني بداية من فلافيو أمادو فلافيو وصولا لأحمد فيليكس. لما تيجي تبص على ترتيب اللاعبين وتشوف علي معلول وتشوف وليد أزارو وتشوف جونيور أجاي، تلاقي إنه في حاجة غريبة في التركيبة دي، ودي اللي هبدأ الحقيقة ده اللي هبدأ بيه كلامي مع ضيوفي في السادسة النهاردة، ضيوفي الأعزاء وأصدقائي الأعزاء بلال محسن وأحمد مصطفى. مساء الخير والحمد لله على السلامة. مساء النور. طبعا اهلا بحضرتك استاذ احمد، واهلا بكل الساده المشاهدين. بلال محسن واحمد مصطفى او وليد ازارو وخالد بوطيب، يعني هنجيلها في الحلقه. طبعا طبعا هنجيلها. طب خدت بالكم من حاجه غريبه في الترتيب بتاع اللعيبه؟ كلهم تقريبا في روده ما عدا علي معلول الباك ليفت، وهو عامل ريكورد معدي مهاجمين كبار طبعا، زي امادو فلافيو، زي ازارو. لا فلافيو في الاول، سوري، زي جونيور فيليكس واجاي. فيليكس، انا فيليكس بالنسبه لي ايقونه طبعا. انا بدات اشجع، اول ما بدات اشجع كان فيليكس هو فيليكس. كانت ثنائيه رهيبه ما تتنسيش ابدا يعني. فعلي معلول لا يعني في حته لوحده في وسط الناس دي بصراحه. غريبه انه يعني، او مش غريبه الحقيقه، يعني احنا الاهلي تحديدا لو اتكلمنا على عدد الجنسيات اللاعبين اللي احترفوا في النادي الاهلي واللي ارتبطت بيهم جماهير الكره المصريه، مش بس هما في الملعب، النهارده لما بتتكلم على امادو فلافيو، بتتكلم على جيلبرتو، بتتكلم على بدر بنون. بدر بنون قعد قد ايه في الاهلي؟ قعد موسم ونص. موسم ونص، ومع ذلك في قصه ارتباط واحترام يا راجل. ده اليو بادجي. اليو بادجي يعني اليو بادجي ما زال اللي جه. وخد بالك الحاجات دي معايير تجربه اللعيبه في النوادي، حتى وان كانت لفتره قصيره جدا، تديك انطباع عن المنظومه جوه النادي الاهلي. شوف انطباعات لعيبه جت ما خدتش فرصتها. اليو بادجي ده لعيب انا بشوفه لعيب يعني كان ممكن يبقى نجم كبير جدا في النادي الاهلي، صح ولا غلط؟ لا صح. يعني ورغم انه ما خدش فرصته يعني، ما يعني وراح لعب في فرنسا بعد كده وكسر الدنيا وبقى واحد من اثبت وجوده واثبت وجوده، لكن لما بيجي يتكلم على الاهلي او لما بيجي يهني النادي الاهلي ببطوله تحس انه واحد من ولاد النادي الاهلي. ما فيش حد جه من اي مكان في 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 او اي دوله، يعني مش بس من الدول شمال افريقيا او من الدول العربيه، حتى الافارقه جم جوه النادي الاهلي وسابوا النادي الاهلي. كانت العشره طويله وكانت المرحله ناجحه او كانت قصيره وما كانش فيها توفيق، الا بيتكلموا عن النادي الاهلي بشكل كويس جدا. طبعا طبعا النادي الاهلي اعتقد هو يعني مش عايز اقول البيئه وكل الحاجات اللي موجوده داخل النادي الاهلي بتخلي اي اجنبي بيجي بيحس انه بالامان رقم واحد، ورقم اتنين بيحس باحترافيه كبيره جدا، يعني هو بيحس ان هو داخل نادي اوروبي، ما بيحسش هو داخل نادي اعتقد في افريقيا. هو بيشوف الاجواء جوه النادي الاهلي، بيشوف البطولات بتاعت النادي الاهلي. على فكره يا احمد ده ينطبق كمان على المديرين الفنيين طبعا، ومديرين فنيين كتير كبار. انتهت اسماء كبيره جدا وانتهت علاقتهم بالنادي الاهلي، وكتير عبروا عن ان هم يتمنوا العوده لتدريب النادي الاهلي، او لما بيتكلموا عن فتره تواجدهم في مصر وشغلهم مع النادي الاهلي كانوا عنها انها كانت فتره مهمه جدا. بيباركوا النادي الاهلي كتير، جاريدو وفايلر كانوا كنت اقول في الاحداث المهمه تلاقيهم بيبعتوا رسائل تهنئه او رسائل دعم. فلا لا الموضوع يعني مش محتاج كلام، احنا اكبر من ان احنا نرد على محاولات او المهاترات اللي بتحصل الايام دي. يعني من شانها طبعا يعني زي ما يقولوا يشغلوا النادي الاهلي عن الاهداف. النادي الاهلي تعاقد مع مصر. انت عارف انا قلت ده في الاول ممكن يبقى احتمال يا بلال، يعني وارد انه يبقى احتمال ممكن اقبله، لكن الاحتمال الاكبر انه هي محاوله سرقه فرحه جمهور النادي الاهلي، او محاوله التغطيه على فشل صفري. بالظبط فشل بطوله صفري كبير جدا. لا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، النادي الاهلي بيحاولوا معاه، احنا مش هنقول قديما ولا تاريخيا ولا الكلام ده، احنا هنقول الموسم ده. النادي الاهلي بوقت ما تعاقد مع مارسيل كولر قال لك جايبين مدير فني من البيت وبقى له سنتين ما بيمرنش، الراجل نجح بامتياز وحقق العلامه الكامله، برضه بيتهاجم. لعيبه النادي الاهلي بتجيب صفقات اساسيه في منتخب مصر بتتهاجم، النادي الاهلي بيكسب بيتهاجم، بيريح الاساسيين بيتهاجم، بيلاعب البدلاء بيتهاجم، بيخسر مباراه تحصيل حاصل بتلاقي فرحه عارمه على مستوى الخصوم. ليه؟ لان الموضوع انقسم بين بطل الدوري وفريق فاز على بطل الدوري وفريق احتفل مع الفريق اللي فاز على بطل الدوري. فهو ادي دي الانجازات اللي ممكن انديه تحتفل بيها، لكن احنا كنادي اهلي على مستوى البطولات، على مستوى الانجازات، على مستوى اللعيبه، عندنا هداف افريقيا، عندنا ابطال افريقيا، كاس عالم الموسم ده والموسم القادم. يعني احنا كنادي اهلي التارجت بتاعنا ما حدش هيشغلنا عنه.
ولكن لزوم الشو ولزوم ملء الساعات في البرامج والكلام ده لازم يجيبوها او يحطوا اسم النادي الاهلي، والا محدش هيتفرج. ولكن بقى الموضوع وانت اكيد هتتطرق ليه اثناء الحلقه، انك تحاول تعمل فتنه، لا ده اللي مش مسموح لك بيه. انت بتنتقد وبتتكلم بحجه انك بتتكلم فني وبتتكلم عن كره قدم، مع انها بعيده كل البعد عن الانتقادات يعني. لا هو السؤال هنا يعني ايه اللي دخل الجنسيه في الموضوع بالظبط؟ يعني ليه قصه بقت مصري ومغربي؟ على فكره الواقعه دي عادي جدا تحصل بين اي اتنين لعيبه. هو ريكاردو يا استاذ، هو جمال حمزه لما ضرب ريكاردو بالقلم على وش، وهم الاثنين في نفس الفريق واحد. كانت محاولات لهدم العلاقات المصريه البرازيليه. اي كلام انا بقول يعني. بص المحاولات مش هتخلص. مش دي حصل. هي الفكره انه لما يبقى في عدم ادراك لمسؤوليه او لخطوره تاثير حاجه زي كده في التناول عندنا هنا في مصر، واحنا مش مدركين انه في ناس كتير جدا ممكن تتصيد اللي بيحصل ده. وده حصل بالفعل. انا شفت حاجات النهارده على السوشيال ميديا في عند اشقائنا في انا طبعا ما عنديش شك انه على المستوى الشعبي قبل ما يكون على المستوى الرسمي، انه المشاعر الطيبه والحقيقيه ومشاعر الود والاحترام اللي موجوده بين المصريين والمغاربه واضحه في مواقف كتيره جدا. في حاجات بتبان بشكل جمعي، مش محتاجه حد يحركها، مش محتاجه يبقى في توجيه ليها، بتبين اللي موجود في القلب. وانا متاكد انه المشاعر بين الشعب المصري والمغربي مش ممكن ابدا رياضه كره القدم، مش مباراه في كره رياضه كره القدم تاثر فيها. لا هي ظهرت اثناء كاس العالم يا استاذ احمد، مصر كلها وظهرت مع الاهلي في كاس العالم. انت مش رحت لعبت لا احنا كمان احنا بنتكلم عن مشاعر المصريين تجاه المغرب، ظهرت اثناء كاس العالم. مظبوط. الجمهور المصري كله وكان منتخب مصر اللي بيلعب في كاس العالم، نفس الفرحه نفس الحب نفس التشجيع. وانا عملت مداخلات كتير مع لاعبين كبار ومع صحفيين في المغرب، قالوا انه اللي احنا لمسناه من الشعب المصري على وجه الخصوص ده كان تعبيرهم شيء اسعدنا جدا في المغرب. وانت كاهلي لما رحت لعبت في المغرب ولعبت ماتشاتك وحضر جمهور مغربي وشجعك ووقف في ظهرك، ده مش ممكن يكون ابدا يعني طريقه موجهه للاستقبال هنا ليهم من الشعب المغربي تجاه اشقائهم الشعب المصري. فبالتالي محاوله تصدير ده على انه مشكله او افتعال مشكله بين دولتين او بين شعبين شقيقين، في ناس تحب تصدر الحاجات دي وتصدر التوتر وتصدر او تأجج الفتن يا بلال. وده للاسف شديد جدا احنا ما ادركناش خطورته وفي من اجاد استغلاله. طبعا. وده على فكره اتكرر الموسم ده كتير، اتكرر مع في احداث مباراه الهلال السوداني، اتكرر مع هي محاولات. انا بقول لحضرتك محاولات مش هتنتهي. الهدف منها مش زعزعه الاستقرار في العلاقات بين مصر والمغرب او النادي الاهلي والانديه المغربيه، لا الهدف منها محاوله هدم الحاله الفنيه اللي عليها النادي الاهلي دلوقتي او اللي وصل لها النادي الاهلي. في ناس مستكتره على النادي الاهلي ان هو يكون النادي اللي بيفوز بكل البطولات، رغم انه فوز مباشر على كل المنافسين الموسم دوت، ولكن هم مش معترفين. فمش هو مش عارف يوقعك، فيعمل ايه؟ يستقوى باطراف اخرى.